أكدت مصر أن الفرع الجديد لقناة السويس يوفر ملاحة آمنة لجميع أنواع السفن. واختتمت مصر السبت الماضي أولى تجارب تشغيل القناة الجديدة مع مرور 6 سفن في قافلتين. ومن المقرر افتتاح المشروع رسميا في 6 أغسطس المقبل في الإسماعيلية. هدف المشروع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كيلومترا هو زيادة حجم الملاحة في القناة، والتي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين. وقال رئيس القناة الفريق مهاب مميش في مؤتمر صحفي في الإسماعيلية: كبيرة الحجم وذات الغاص الكبير، وتم الإبحار في قناة السويس الجديدة بسلامة وأمن، لإثبات أن القناة آمنة ملاحيا. ويأمل المسؤولون المصريون يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيرادتها إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023. قناة السويس أممت في العام 1956 من قبل جمال عبد الناصر، وفي عام 1975 فتحت مجددا عقب إغلاق دام 8 سنوات على إثر حرب 6 أيام. وجمعت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين، كما تقوم شركات مصرية حكومية وخاصة بأعمال الحفر. وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر. أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح قناة السويس الجديدة التي يأمل المصريون أن تساهم في إنعاش اقتصادهم المتعثر، بما يضمن تحقيق الزيادة في الدخل القومي وتحديدا من العملة الأجنبية وتنمية المناطق المحيطة بالقناة. من موقع قناة السويس الجديدة، محمد شيخ إبراهيم، ليورو نيوز.